سي بوعبيد الشرقاوي، اولا مرحبا بك في موقع البطوله. كوم سي بوعبيد الشرقاوي هو مؤسس رياضه تشونغو، اعطينا تعريف ديال هذه الرياضه. الرياضه هذه هي رياضه تشونغو، كتستخلص في كلمه تكنيك دو كومبا هارمونيو اني سون لو نو دي جيست التيم. الميزه اللي عندها هي كتخول على كاع اي رياضي كيدخل ليها، تعطيه فرصة أنه يشارك في البطولات العالمية اللي كيتسموا الـ UFC أو الـ MMA أو الـ توت ستيت دو فري فايت، يعني كتعطيه فرصة أنه يدخل لها بطريقة سهلة. وهذه الرياضة هذه بكل كاع الممارسين ديالها تيدخلوا لها في واحد الإطار أنهم يتعلموا يتحاوروا مع الجسم ديالهم في إطار ديال المبارزة الحرة، حيت المبارزة الحرة عندها لغة ديالها وعندها واحد التخصص. وهاد الرياضة قريبة اش من الرياضة اللي قريبة ليها؟ رياضة فنون الحرب. هي من رياضات فنون الحرب. اللي قريبة هي واحد على قلتي واحد التوجه خاص للمبارزة الحرة. يعني رياضة اللي هي حد ذاتها عندها واحد الطابع خاص بها اللي هي المبارزة الحرة. غير المبارزة الحرة بالنسبة للتشونغو هي كوسيلة كتخليك أنك تمشي لواحد العالم ديال اكتشاف، عالم ديال البحث عن ماهية الرياضات اللي هي أكثر تطورا وخدمة للجسم. مثلا الأطراف ديال الجسم كتحاول تخدمهم وتدخل بهم لهذا العالم ديال تكاملية الحركة. وقتاش دخلت هذه الرياضة للمغرب؟ الرياضة هذه بديناها نمارسوها بواحد النظام أكاديمي في 1996 باش بدات كتمارس، ولكن الفكره هي كانت الدوله من قديم. وبالنسبه للبطولات جريتوا بطولات هنا؟ درنا بطولات المغرب اللي تزات العام اللي مضى، درنا بطولات كاس العرش وبطولات المغرب، وكنا عندنا تلاميذ اللي مشاو سافروا على برا وداروا بطولات على داروا شاركوا في بطولات ديال الامام في فرنسا في امريكا في هولندا. وكان عندنا تلاميذ اللي تمرنوا هنا وخرجوا برا، ساعدتهم الظروف انهم داروا ورق على ظروف بحال امريكا وداك الشيء ولعبوا في هذا المجال، ولكن ماشي بسميه تشونغو ولكن الاستراتيجي عندهم، ولكن ساعدتهم. شحال عندكم المدرسه ديال التقنيه ديال تشونغو؟ دابا عندنا تقريبا واحد 16 جمعيه هذه اللي كتمارس. واش في المغرب كله ولا غير في الدار البيضاء؟ لا في المغرب كله. إذن كاينه شي بطولات دابا غادي تنتهي ان شاء الله البطوله كاس العرش اللي جاي. انت غتكون هي كتسمى سميتها فريق وطني اللي غيخرج انه ينشر هذه الرياضه على برا ويلعب في البطولات ديال اليو اف سي ولا ام ام ا وكاع لي ستيل ديال الفري فايت. كتسمى هذه بطوله عالميه؟ هذه بطوله عالميه، اي واحد كيدير اي رياضه بامكانه يشارك فيها. غير رياضه تشونغو هي مؤهله اكثر وتعطي فرصه اكثر للاتليت انه يدخل يشارك فيها. وبالنسبه للامكانيات واش كاين امكانيات متوفره لهذا النوع من الرياضه؟ الامكانيات حاليا ما متوفراش لان صعيبه شويه الرياضه، ولكن المجهودات اللي حنا الحاليه اللي كتوفر عندنا سواء المجهودات البشريه او المجهودات الماديه حنا غاديين الحمد لله. اللي عندنا حنا مهم كثير بزاف في المغرب، وعندنا طاقه بشريه اللي صراحه ممكن نمشيو بها الى ابعد. مثلا ممكن نديوها لليوسين، نديوها لليما، كاع البطولات ممكن يجيبوها لنا ويجيبوا لنا فلوس. تنتمنى لكم الاستمراريه وكنتم مع بطولتكم. شكرا. الله يحفظك.